بيير معدات المرطبات والمطاعم. تبارك علينا برعايه تيغ معدات المطاعم والمطابخ، وتلقاو عندها كل شيء، والفور اليوم باش كل يوم نستحقوا لي فوخ، كل يوم نستحقوا الحاجات اللي الناس اللي مغرومين بالكوجينه ولا الناس اللي يحبوا يطيبوا حاجه بنينه. وكيما لي شيف بروفيسيونيل، شيف بونجور. صباح الورد، نهاركم زين. سياغي مدللنا. ايوا صباح الورد. ايش عملنا اليوم؟ اليوم سهلت لنا الحكايه برشا برشا. برجو لي زينه مشروب. تعبنا. شرب كل عمل اليوم. كل طيب. كل يوم تبرى والله العظيم شيء. توا بالحق نمشيو للحاجات اللي غابيد وفاسيل وما ياخذوش برشا وقت. واهم حاجه اللي هي حاجه صحيه على الاخر. سورتو. وعباد ما تعرفهاش. معدة تعبت وكذا. صحيح. وكل الصيام. والعباد ممكن العباد ما تعرفهاش الحكايه هذه اللي هي عندنا اليوم سوب دو ليتيو. قعدت بيت انا ليتشو. اي فوالا ليتشو هذي ما تسلطه اللي ناكلوها وكل شيء، نقص مع طماطم وفلفل. هذي باش نعملوها سوب احنا اليوم، حاجه جديده على الاخر، وبرشا عباد والله كان جربها. ما بتجي بنينه ايه؟ بنينه على الاخر والله بنينه. ماهيش هو راهو شوف الورق الخضره كل تجي سوب. تجي كل شيء. كيفاش الطريقه نعملها؟ الطريقه نتاعنا شنو؟ شو نستعملوا؟ اول حاجه باش نحطها باش نحطوا راس بصل وسنينه ثوم مع الزيت يتقلى في المقله. صحيح. من بعد نبداو نحطوا الليتيوب بشويه بشويه بشويه. بطبيعه تبدا الليتيوب نتاعك مغسوله ونظيفه، تنحي لها القلب نتاعها من داخل وتفركها وريقات وريقات، فهمت؟ تحط البصل والثوم وتحط مع الليتيوب شويه، تذبل شويه كعبات، تزيد تحط عليهم، ما تحطوش كلهم بعضها، فهمت؟ بشويه بشويه اللي تيح مع بعضها، فهمت؟ من بعد نحطوا لها شويه معدنوس. زيدو نقليوها، تقعد تخلى برشا الليتيو حتى تذبل. تيح تذبل، خد فيه برشا ماء. صحيح. تذبل على الاخر على الاخر. تبدا سايب نتاعو واحده واحده. وبعد نحطوا معها شويه معدنوس ونزيدو نقليوها، وباش نحطوا معها كعبه بطاطا ولا كعبتين بطاطا، كل واحد شنو يحب، خاطر تسايب بالبنه نتاعها، ونحطوهم نمرقوها بالماء، تقعد 20 مينوت انت والبطاطا نتاعك. الليتيو خليتي على روحهم ما يقلقش، والبطاطا نتاعك تاع 4 دراج، وبعد ميكسيهم بتبيعها، تحط لك الملح في الاكحل في الاخر وكهو بنينه. وبنينه على الاخر. نجربوها. نجربوها. سهله 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 السوق نتاع اليوم. به اللي بعد زينا. بون رمضان كامل احنا صاتم شويه امك حوريه درا شنو درا شنو، عملنا حاجه زاده خفيفه اليوم اللي هي سلطه السفناريا وفقوس. فهمت؟ رابيها السفناريا رابيوها. وحاط الفقوس كيف كيف، وانت كيفاش تحب تقوس بالطبيعه، فهمت؟ دونك ملح في الاكحل الزيت وكهو، هذه تربيها وكل شيء، تخلط هذه السلطه نتاعك. بالنسبه اخترنا اليوم الماكله نتاعنا اللي هي العبت بتستنى فيها باش تاكلها، الماكله الرئيسيه نتاع الطاوله. عملنا موسلي في الفور، وعملنا بطاطا معها، وبطاطا في الفور. ما احنا في العاده نقليو البطاطا وحدها ونخلطوها بعد مع الموسلي، ما احنا اللي عملنا موسلي وحده والبطاطا في الفور وحدها. باهي، نبداو بالموسلي. هو دو بريفيرونس ديما نعمل مارينات نتاع الدجاج نتاعنا ونبيتوه في الفريجيدير باش يعطي بنه اكثر وكل شيء. باش تاخذ الدجاجه نتاعك مقصوص على 6 ولا 8 وكل شيء، باش تحط معها زيت وملح فلفل اكحل وكركم. مش دجاجه كامله باش نعملها، نقصوها نحنا. قصوها على 6 ولا 8، كل واحد شنو يحب، فهمت؟ دونك باش نفوحوها، نبيتوها في لفاح خير، معناها نحط لها زيت ونحط لها ثوم هكا وكل شيء وملح فلفل اكحل وكركم وفلفل زينه. وانت كان عندك وفاح تاع دجاج سبيسيال تحب تحطه، حطه على روحك. اما ذوما الحاجات الباز اللي قلت لهم انا معناها، فهمت؟ ونبيتوهم في الفور في داخل الفريجيدير. وغدوه كي شنج والله. ومن بعد غدوه كيفاش نطيب الموسلي نتاعي؟ دونك ناخذ الطبق نتاعي ونحط الدجاج ونمرقه بماء سخون، بالطبيعة بدا الفور سخون هو كل شيء، وندخله في الفور ويتيب على روحه لمدة ما با الدجاج ما ياخذش برشا، نقولوا نص ساعة ولا 5 دراج ويتيب، فهمت؟ تسكر عليه ولا بطبيعة لازم نسكروا عليه. نسكروا بطبيعة، بتسكر عليه بطبيعة. بابي كويسون فوق صحيح، بابي المنيوم خاطر المنيوم بيان سور على صحيان يكون خير، باش يرجع عليها هاك الفابور نتاعو السخانة نتاعو بالضبط. هذا الموسلي نتاعنا تحكيت نص ساعة ويتيب، فهمت؟ نجم تحط معاه شويه زعتر وكليل، كل واحد وكيفاش، فهمت؟ بدا يشتهي ويحط. نجيو للبطاطا نتاعنا في الفور. البطاطا في الفور كيفاش باش نعملوها؟ باهي، انت باش تقصها كيما اي شكل تحبو انت، فهمت؟ باهي، باش تحط فواحه، تحط نكته زيت وتحط ملح وفلفل اكحل وفلفل زينه. هذوما ثلاثه كهو. كهو ملح فلفل اكحل وفلفل زينه.
وتخلط. كنت تحب تطرف كركم هكا، تطرف نكته نكته على الاخر على كل بشار دوغي كولوراسيون وكهو. ومن بعد تحطها في الفور تستنى حتى تيب. ما تيبش ما تاخذش وقت يظهر لي ايه ولا تبدا جويده ما تاخذش وقت، ما تبدا خشينه الكعبه هكا تاخذ وقت. اذا كنت تقص انت الكعبه باش تقص على 4 ولا 6 ولا ما تاخذش بالارض ما تاخذش فهمت. فوالا وفكره في الفور هي لا صحيه وكهو. واذا الدبره نتاع اليوم تاعنا برجو لي عملنا حاجه خفيفه على الاخر كل جمعه واحنا مش تو في رمضان نرجع مشخشخ ونرجع للزيوت ونرجع اما تو في رمضان جوستمون حتى نحن نسيك كل والله نحييهم والله ربي يعطيهم الصحه والله تحيي كل ام واقفه في الكوجينه ويعطيهم العافيه والله بالحق برشا برشا جهد وبرشا مجهود. نشكرك برشا شيف ايه ميرسي بشيبي كانت هذه شيف ايه اللي دبرت اليوم حاجه سهله على الاخر السوق نتاعنا بليتو حاجه جديده وسهله على الاخر وصحيه زيدا دونك عملنا زيدا الفريت اللي في الفور. شنو الحاجات اللي فريمون توا كيما قلنا نمشيو الحاجات اللي ما يتعبوش برشا وسهلين. نشكرك برشا شيف اي يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله كل عام وانت بخير يا شيخ. وانا كما شكرت نسرين بكري فما شكون افف معنا ساعات معناها من فقراتنا الكل الحقيقه. نشكرك برشا برشا ربي يخليك. كان يوم مش منضبطه ما مستنسه منضبطه معناها جايه ما ناخذها عاد نسرين حتى خرجت من بعد جنانا. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. نمشيو الاغنيه وراجعين.